من جانبها أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مدينة الدواء المصرية تأتي في إطار رؤية متكاملة للدولة لتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الصحة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وفي كلمته خلال افتتاح مدينة الدواء بالخنكش، شدد مدبولي على أن المبادرات الصحية في مصر تعد من أهم المبادرات في العالم، مشددا على أن توافر مخزون استراتيجي والاكتفاء الذاتي للدواء أمن قومي لكل دول العالم. اليوم مع وجودنا في مدينة الدواء احنا بنستكمل الوجه الآخر من منظومة الصحة، ألا وهو صناعة الدواء. واسمحوا لي يمكن حضرتك ان النهارده يمكن ده اخر عدد من مجله الايكونومست، وبتتكلم هنا في تاريخ 27 مارس من اربع ايام، بتقول النهارده، ويمكن الرسمه اللي قدام حضراتكم معبره جدا، ان النهارده بتربط ان عمليه التعافي الاقتصادي هتكون مرتبطه بقدره الدوله على اداره منظومه الصحه فيها، وان يكون عندها بنيه اساسيه قويه لعمليه الصحه. فكل ما كانت الدوله عندها بنيه اساسيه جيده جدا في مجال الصحه وتقدر انها تقدم كل الخدمات الصحيه، كل ما هيبقى اقتصادها بيتعافى بصوره كبيره جدا. وعشان كده صناعه الادويه والمستلزمات الطبيه النهارده بقت على قمه الاجنده الحكوميه في كل دول العالم. وده يمكن حضراتكم النهارده يعني مهم جدا ان احنا نشوف هذه المقوله، إن تأمين وتوافر مخزون استراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية والأدوية ده أصبح قضية أمن قومي بتشغل كل دول العالم.